ينضم إلي المحامي نديم مصري رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية. أهلا بك أستاذ نديم. دعنا نبدأ من موضوع الفحوصات، ما رأيك في هذا الإجراء، إجراء فحوصات للأطفال قبل دخولهم إلى المدرسة؟ مساء الخير لكم المشاهدين. صراحة كنا منذ البداية قد وافقنا على كل المقترحات والمنظومة للفحوصات والتطعيمات، ولكن مع الأسف لحد الآن يعني نحن تقريبا أسبوع على افتتاح السنة الدراسية، واليوم بدأت حملة التطعيمات. قبل كم يوم بدأت حملة التطعيمات، واليوم بدأت حملة الفحوصات المضادات. مع الأسف نرى بأن عدة أماكن غير مجهزة، وكان ازدحام كبير، وكان إقبال من قبل الأهل لهذه الفحوصات، ولكن مع الأسف لم تكن هناك المنظومة مجهزة، والكثير من الأهل عمليا رجعوا إلى البيت بدون ما أنهم يعملوا الفحوصات. مع الأسف يعني نرى بأن هناك مخططات وهناك منظومة، والوزارة عمليا لا تكدس الموارد والمحطات اللازمة حسب الاحتياجات، ونحن عمليا نتخوف من افتتاح السنة الدراسية أو نصل لواحد تسعة وجميع هذه المنظومة حتى الآن غير جاهزة من قبل. نعم. يعني هيئة الطوارئ اليوم دعت، وأيضا لجنة التعليم دعت إلى افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول. مع هذا، مع ما تقوله ومع ما يجري في الحقل حقيقة، ما رأيك في افتتاح السنة الدراسية في موعدها؟ أم تفضل أن تفتتح بعد شهر من الآن؟ لا، نحن مع افتتاح السنة الدراسية بموعدها في 1/9 والتعليم الوجاهي من داخل المدارس، وعدم ربط افتتاح السنة الدراسية بجميع التجهيزات والمخططات الوزارة اللي بتحطها. مع الأسف يعني تأجيل افتتاح السنة الدراسية هو بسبب فقط هناك عدم تجهيزات أو عطل وأعياد في الوسط اليهودي. أعتقد أنه كما فتحت المدارس في الوسط المتدين قبل أسبوع، ممكن ويجب أن تفتح المدارس في 1/9، وعدم التماطل وعدم تأجيل افتتاح السنة الدراسية بالوسط العربي، وبالموازاة ممكن الاستمرار في جميع المنظومة من جهة الفحوصات والتطعيمات كما هو مخطط. وأعتقد الوزارة اليوم عليها فقط تجهيز وتنفيذ هذا المخطط الذي هي قد وضعته، ونحن قبلنا بهذه المنظومة. يعني هذا النقاش صلوا سنة من في السنة السابقة، أيضا نفس النقاش وهذه السنة، على أمل أن يتم يعني حله في الأيام المقبلة. شكرا لك المحامي نديم مصري رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية.